كلود لوروا مش مجرد مدرب عادي في إفريقيا، حياته كلها مرتبطة بالقارة، بداية من والده اللي نادى بتحرير الجزائر وصولاً لخالفته هيرفي رينار واللي تفوق على أستاذه. لو حضرت نهائي أمم إفريقيا 86 من استاد القاهرة بين مصر والكاميرون فأنت شفت كلود لوروا، ولو حضرت ربع نهائي 2006 في نفس الملعب بين مصر والكونغو الديمقراطية أكيد شفت نفس الشخص واقف تقريباً في نفس المكان. ارتباط كلود بإفريقيا بدأ من وهو طفل، والده كان زعيم شيوعي وكان مؤيد لاستقلال الجزائر من الاحتلال الفرنسي، وسمع الكثير عن إفريقيا من وهو صغير. تجربة كلود لوروا التدريبية بدأت في فرنسا بعد اعتزاله، وفي أول تجربة له في 1985 درب منتخب الكاميرون، وفي أول مؤتمر صحفي له اصطدم بالأفكار القديمة والسحر الأسود، وبسبب ردوده القوية لقب بالساحر الأبيض. لوروا كسب لقب الأفرو أسيوية ضد السعودية سنة 1985، وخسر نهائي أمم إفريقيا 86 ضد مصر، وفاز بلقبه الأول والوحيد في القارة في أمم إفريقيا ضد نيجيريا. بعدها بقى المدير الفني للسنغال، ووضع حجر الأساس للكرة السنغالية عشان نشوف الجيل التاريخي في بداية الألفية وتطورهم الكبير. كلود لوروا خرج من قارة إفريقيا أكتر من مرة في تجارب مختلفة، لكنه كان دايماً مرتبط بيها، فكان محلل لماتشات كأس أمم إفريقيا 1996 في التلفزيون الفرنسي، ومعلق على نهائي 2008 ونسخ تانية. رجع مرة تانية وقاد الكاميرون في كأس العالم 1998، ومن بعدها درب منتخبات الكونغو الديمقراطية مرتين، وغانا والكونغو برازافيل، وأخيراً توغو. عشان تكون محصلة مسيرة كلود لوروا تدريب 6 منتخبات مختلفة والمشاركة في 9 نسخ لأمم إفريقيا من 1986 لغاية 2017، وفي الرقمين هو صاحب الرقم القياسي في تاريخ البطولة. ورغم ابتعاده عن التدريب من 2021 بعد تجربته الأخيرة مع توغو، إلا أن لوروا لسه مرتبط بإفريقيا، لدرجة أن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا طلب مرافقته في رحلات رسمية للقارة. لوروا عرف أن التكيف هو اللي حيساعده في الاستمرار داخل القارة، ومع الفضول وحب التعلم بسرعة ومعرفة الحقائق التاريخية هي اللي خلت مسيرته تستمر 36 سنة في قارة إفريقيا، ووسطها تجارب تانية سواء في أوروبا أو آسيا، بس مش بنفس القوة زي إفريقيا. كلود ما كانش مجرد مدرب، لكن له بصمة واضحة وتأثير على كل اللي حواليه. لوروا في الفرنسية معناها الملك، وواحد من أبرز من لعبوا تحت قيادته كان سليماني ساني، واللي لعب لأول مرة لمنتخب السنغال سنة 1990، فقرر سليماني أن يسمي ابنه ليروي، واللي بتتكتب بنفس الطريقة، على اسم المدرب اللي منحه فرصة اللعب في أعلى المستويات. وأكيد أنت عارف مين ليروي ساني دلوقتي. ومش بس على مستوى اللاعبين، كمان المدربين. هيرفي رينار بدأ مسيرته التدريبية مع لوروا سواء في الصين أو إنجلترا، وبعدها منتخب غانا. وقتها كان منصب رينار مدرب بدني على الورق. وفي 2008 عرض لوروا على كالوشا بواليا رئيس الاتحاد الزامبي وقتها أن رينار يتولى مهمة المدير الفني لزامبيا، لكنهم كانوا مستغربين إزاي مدرب بدني هيقود منتخب زامبيا. ولكن لوروا كان عنده نظرة ثاقبة. لوروا قدم لنا تلميذ نجيب، وبقى أول مدرب في تاريخ أمم إفريقيا يحقق اللقب مرتين مع منتخبين مختلفين، مع زامبيا في 2012 وكوت ديفوار في 2015، علشان يتفوق على أستاذه في عدد الألقاب. وحتى في المواجهات المباشرة، لما المغرب فاز بنتيجة 3-1 على التوغو في 2017. في أمم إفريقيا 2023 مش هنشوف كلود لوروا كمدرب، لكن هتفضل دايماً نظارته المدورة وتسريحة شعره المعروفة في أذهان عشاق البطولة، وإرثه لا يمكن يتمحي من تاريخ القارة السمراء. Thank you.